بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية التي نخصصها للبحث في تبعات العمل العسكري الروسي في شرق أوكرانيا اقتصاديا وماليا. فقد تلونت معظم البورصات العالمية بالأحمر، وارتفعت أسعار السلع الاستراتيجية إلى مستويات غير مسبوقة. ونستهل جولتنا من موسكو، حيث أوقفت البورصة تداولات كإجراء احترازي بعد تراجع مؤشريها الرئيسيين بأكثر من 40%. وكانت قيمة العملة الروسية قد انخفضت 7% في بداية التعاملات أمام الدولار واليورو، وهو أدنى مستوى لها منذ 8 أعوام. إلا أن البنك المركزي الروسي أكد أن الروبل استعاد ما فقده بعد توفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي من قبل البنك المركزي. وتراجعت البورصات الأوروبية والآسيوية أيضا، فيما ارتفع سعر الذهب بوصفه ملاذا آمنا للمستثمرين، وكذلك سعر النفط بسبب القلق من تعطل الإمدادات. وهبطت الأسهم الأوروبية 3% والأسهم الآسيوية نحو 2%، فيما قفز سعر الذهب في بداية التعاملات إلى أكثر من 1960 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض 5 دولارات. أما أسعار النفط فارتفعت بأكثر من 7% وتخطت 104 دولارات لبرميل برنت. في الخليج أيضا تراجعت معظم البورصات في مواكبة لانخفاض الأسواق في أنحاء العالم، وكانت بورصة دبي الأكثر تراجعا إذ انخفضت 3.7%، لكن المؤشر عوض بعض خسائره وبلغت نسبة الانخفاض في أحدث تداول 1.5%. وتراجع المؤشر السعودي 2.5%، وهو أكبر انخفاض له منذ 22 نوفمبر الماضي. وفي السياق ارتفعت أسعار القمح والذرة وفول الصويا إلى مستويات عالية، لكن اللافت هو القفز في سعر القمح الذي بلغ مستوى مرتفع غير مسبوق، بما أن روسيا وأوكرانيا تواردان 30% من إجمالي إمدادات القمح في العالم. ومع تزايد القلق من تعطل الإمدادات من البلدين، ارتفع سعر طن القمح أكثر من 6% في يوم واحد، وبلغ أكثر من 920 دولاراً. وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة مستوى 1400 دولار لكل 1000 متر مكعب، وذلك برغم إعلان شركة غازبروم الروسية أنها مستمرة في ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. ويبدو أن التطورات الميدانية زادت المخاوف من تفاقم أزمة النقص في المخزونات القائمة منذ نحو عام، فالخزانات الأوروبية ممتلئة بنحو 32% فقط من إجمالي الطاقة الاستيعابية بالمقارنة مع نحو 40% قبل عام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بوياني إن روسيا لا تريد استخدام واردات الغاز الطبيعي سلاحا في صراعها مع أوكرانيا. وأكد بوياني أن عمل شركة توتال في روسيا ولا سيما مصانع الغاز الطبيعي المسيل لم يتأثر. ويذكر أن روسيا تمد القارة الأوروبية ب40% من إجمالي واردات الغاز ولا سيما خلال موسم الشتاء. فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا، توعدت كل من ألمانيا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على روسيا بدءا من اليوم، وذلك عقب عقوبات شملت وزيري الدفاع والاقتصاد الروسيين والرئيس التنفيذي لبنك في تي بي في العقوبات التي أعلن عنها يوم أمس. ودعا الرئيس التشيكي إلى عزل موسكو عن نظام التحويلات المالية الدولي سويفت فورا، فيما طلبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والداردانيل أمام السفن التجارية الروسية، وأملت أن تشارك أنقرة في فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الخبير في أسواق المال الدكتور دانيال ملحم من باريس. أهلا بك دكتور ملحم. بداية، رأينا ردة الفعل الطبيعية في أسواق المال وفي أسواق السلع الاستراتيجية، ولكن إلى متى تتوقع أن تستمر التراجعات في البورصات والارتفاعات في السلع الاستراتيجية؟ تحية لك سيدتي والمشاهدين الكرام. اليوم المستثمرين في الأسواق بالعادة بشكل عام عمليا عندما تحدث هناك أزمات جيوسياسية أو جيوستراتيجية
تنخفض البورصات بشكل سريع ولكن تعاود عمليا الصعود بشكل سريع جدا. ولكن اليوم هناك عامل مختلف هناك على الطاولة، ألا وهو عمليا عامل الطاقة وعامل النفط والغاز. الحالة الوحيدة الشبيهة بحالة اليوم هي عمليا اجتياح العراق للكويت، وبالتالي انخفضت البورصات العالمية بحوالي 17%، وبقيت فترة عمليا فترة طويلة لاستعادة ما خسرته خلال هذه الفترة. اليوم مختلفة عمليا كليا، لأنه ما يحدث اليوم هو في مرحلة حساسة للسياسة الاقتصادية العالمية، لأسواق المال وحتى للسياسة النقدية. لذلك اليوم المستثمرين هو في حالة انتظار ما يحدث اليوم، لا يعني أن هناك بيع كثيف في الأسواق، هناك في حالة عمليا الانتظار لما ينتج عنه في اليومين أو 3 أيام المقبلة. إذا ما أنه أثبتت عمليا أن هناك اجتياح كامل لأوكرانيا، سوف نكون نحن أمام مشهد سوداوي، وبالتالي سوف يكون هناك انخفاض إضافي في البورصات العالمية بما يعدل حوالي بين 10 ل 12%، ويمكن أن يوصل 15 أو 20% عمليا على الأسهم التكنولوجيا أو ما نقول لها هي أسهم الفولاتيل أو التقلبات الحادة. أما فيما يتعلق عمليا في النفط، وهو هنا السؤال الأهم، النفط هناك كانت ضغوطات كثيرة عليه قبل هذه الأزمة وأضافت هذه الأزمة عليه، سواء كان النفط أو الغاز. الغاز مختلف عن النفط لأنه كما ذكرنا سابقا أنه عمليا الغاز هو لوكال أو محلي، وبالتالي نشهد أنه أسعاره في أوروبا تكون مختلفة كليا عن الصين أو عن الولايات المتحدة أو عن 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 دول الشرق الأوسط. أما سعر النفط هو سعر عالمي، لذلك هناك في ضغوطات، هناك ضغوطات طلب كبيرة لأن النشاط الاقتصادي كان كبير خلال الفترة الأخيرة. وإضافة إلى ذلك شهدنا ما يحدث اليوم من أزمة، الأزمة هي الجيوسياسية الجديدة. طيب دكتور ملحم، فقط أعذرني لمقاطعتك، ولكن يعني بكلمات مبسطة أكثر إذا أمكن، كيف تفسر القفزة في ارتفاع أسعار الغاز اليوم برغم التطمينات التي أعلنت عنها غازبروم في بيان وقالت إنها مستمرة في إمداد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية؟ لماذا قفزت أسعار الغاز إلى أكثر من $1,400 لكل 1000 متر مكعب؟ واستطرادا، هل من بدائل أمام أوروبا للغاز الروسي؟ نعم، اليوم هناك مشكلة تقنية بما يسمى الباكورديشن. الباكورديشن يعني أن تكون أن الأسعار الآنية أعلى بكثير من الأسعار المستقبلية. اليوم هناك تخوف بعد العقد اللي مضته روسيا مع الصين بتزويد كافة فائض الغاز الروسي إلى الصين، هناك تخوف أن تلفت نظر الصين، تلفت نظر روسيا، وبالتالي تكون السوق الأول لها، وبالتالي أغلب الغاز سوف يصدر إلى الصين غير أوروبا. هناك مخاوف لأن عمليا بالنسبة لروسيا أما تعرضت على الاتحاد الأوروبي، بما معناه أن يكون هناك عقود أنه يكون هناك عقد لمدة 10 سنوات لتزويد الطاقة، ورفض الاتحاد الأوروبي. أمضت نفس العقد الروسية مع الصين لعام 2050، وبالتالي هناك تخوف من المستقبل ومستقبل الطاقة واستراتيجية الطاقة في أوروبا. لذلك اليوم الطلب يتضاعف الطلب بشكل كبير عمليا، وبالتالي إضافة أن يتضاعف الطلب هناك الانسرتيتيود او عدم التاكد لما سيحدث، هل يتوقف فقط عند حدود الدونباس ام سوف يتقدم الى كامل اوكرانيا؟ ما هي الضغوطات؟ عمليا اليوم المستثمر لا يعلم ما هي الخطوه المستقبليه لبوتين، وبالتالي سوف يزيد الطلب الان اليوم، وبالتالي ترتفع الاسعار. اعتقد انا برايي الشخصي ان الاسعار سوف ترتفع لمعدلات بين ال 110 لل 120 دولار، كذلك بالنسبه للنفط وكذلك بالنسبه للغاز في اوروبا سوف يمتد، وهذا يهدد عمليا النشاط الاقتصادي بشكل كبير خاصه في اوروبا. طيب من جديد لوحت اطراف اوروبيه بعزل روسيا عن نظام سويفت للتحويلات الماليه، هل هذا قابل للتنفيذ؟ هل يمكن فعلا عزل روسيا؟ وإذا حصل ذلك، هل من بدائل أمامها؟ هل من أنظمة أخرى للتحويلات المالية جاهزة للجوء إليها؟ اليوم هذا الموضوع قديم وجديد، كل يوم يتكلم عن موضوع السويفت. ما هو موضوع السويفت؟ لنرى متى تستخدم روسيا او الرئيس بوتين كان ذكي جدا من 2014 لليوم. اذا نظرنا الى المؤشرات الاقتصاديه او ماذا فعل من العام 2014 الى اليوم، نفهم جدا ان هناك حتى نظام السويفت لن يكون له تاثير كبير بالشكل الذي يهدد فيه الغرب، وبالتالي روسيا ليس كما كاي دوله اخرى. ما هي عمليا ان نظرنا الى الولايات المتحده، عفوا، ان روسيا اقلت اعتمادها بشكل كبير على السندات الخزانه الامريكيه. 2،
على كافة الاعتمادات بالدولار، وبالتالي وقلب كافة المخزونات التي كانت لديها بالدولار إلى عملات أخرى مثل اليورو اليوان أو الين الياباني، الفرنك السويسري والدولار الكندي، إضافة إلى ذلك المخزون الهائل بالدولار، عفوا المخزون الهائل في الذهب. لذلك اليوم عندما نقول أن هناك التحويلات، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، ما هم الشركاء التجاريين بالنسبة لروسيا؟ الشريك التجاري الأول إذا نظرنا عمليا هي دول مثل الصين، دول هناك بالشرق الأوسط وغيرها من الدول مثل البرازيل وغيرها. الشريك الاستراتيجي الرئيسي هو ألمانيا بالنسبة لروسيا. حجم التجارة ما بين الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا بشكل كبير مع روسيا لا يتخطى 1% من الناتج القومي الأوروبي، وبالتالي هو حجم ضئيل جدا. روسيا تستورد من ألمانيا كافة المعدات الطبية والأدوات مثلا التي تدخل في صناعة السيارات، وهذه عمليا بالاتفاق الأخير بالصين ناقشه بوتين مع الرئيس الصيني وحصلت عليه. وبالتالي اليوم عزل، عندما نتكلم عن عزل عن نزل روسيا عن نظام السويفت، سوف يكون له تأثير على بعض البنوك، لكن أنا برأيي أن تأثيره سوف يكون محدود، لأنه عمليا روسيا منذ 2014 إلى اليوم وجدت البدائل بشكل كتير كبير، وخاصة الاتفاق الأخير الذي مضته روسيا مع الصين يتضمن ببيع الغاز من هلأ ل 2050 80% مدفوع منه باليورو و20% مدفوع منه باليوان، وبالتالي لن يكون هناك أي تعامل بالدولار. وبالتالي نحن نرى أن عمليا أصبحت من 2014 روسيا تخلت بشكل كبير جدا عن اعتمادها بالدولار، وبالتالي السويفت سوف يؤذي الدول بشكل كبير، كذلك كما هو الحال روسيا، لأنه عمليا إذا قلنا امتنعت عن التعامل بالسويفت، وبالتالي كيف تبيع النفط والغاز، وبالتالي هذا يؤثر على كافة الدول وليس على روسيا. اليوم تهديد السويفت أنا برأيي أنا شخصيا لن يكون له تأثير كبير ولن يقدم عليه بشكل جدي. تمام، هل يمكن الحديث عن مستفيدين من الأزمة الراهنة؟ هل هناك من استفاد؟ يقال هناك مثل شعبي يقول مصائب قوم عند قوم فوائد، أو بيت شعر ربما. هل من مستفيد من هذه الأزمة الآن؟ نعم، اليوم هناك أعتقد اليمين المتطرف الفرنسي بدأ برفع الصوت عاليا اليوم أنه عمليا أن الولايات المتحدة أن تفعل المشاكل هنا في أوروبا، وبالتالي لبيع الغاز. أعتقد أن بيع الغاز الأمريكي لأوروبا زاد 3 أضعاف، وبالتالي سعر الغاز هو 21 أو 22 دولار في الولايات المتحدة، سعره هون 120 و130 دولار، وبالتالي أصبح الغاز التي تنتج بكميات كبيرة في الولايات المتحدة يباع لأوروبا، وبالتالي هي المستفيد الأول على صعيد الدولة. إضافة إلى دول منتجة للنفط سوف تستفيد من هذه الأزمة، وهناك الشركات التي تتعلق في مجال النفط. أضف إلى ذلك هناك بعض الشركات الهامشية التي تقول مثلا التي تعتمد على الطاقة سوف ترتفع أسهمها في الفترة وسوف تكون مستفيدة، ولكن استفادة الدول برأيي أنا لن تكون لفترة طويلة نظرا للعامل الذي يؤثر عليه هذا ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم، وبالتالي رفع أسعار الفائدة، وبالتالي هذا كله سوف يؤدي مع الوقت إلى نوع من تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبالتالي خفض الطلب وتدريجيا، ولكن أتكلم عن آني وإنما في ما بين فترة 9 أشهر إلى 12 شهر المقبل. طيب، بالحديث عن التضخم، اللافت أن روسيا هي منتج كبير للمعادن، ليس الذهب فقط ولكن أيضا معادن مثل البلاديوم والبلاتين، وهي مستخدمة في الصناعات الثقيلة، صناعات السيارات وغيرها. هل هذا ينذر بارتفاع أسعار هذه المعادن كما ارتفع سعر الذهب، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وكل ما يؤثر هذا الارتفاع على نشاط الاقتصاد عموما، فضلا عن ارتفاع أسعار الحبوب أيضا، وروسيا مورد أساسي لها ولا سيما القمح؟ طبيعي. للإجابة على السؤال يجب فصل ما بين المناطق. أوروبا نعم سوف تتأثر، ويمكن أن يزيد الطلب عليها لاعتبار أنه شريك رئيسي على تعتمد بشكل كبير على القمح أو على بعض المواد الأولية من روسيا. نعم سوف تتأثر، أما من الجانب الآخر سواء كان في الولايات المتحدة أو باقي الدول لا، لن تتأثر بشكل كبير، لأن روسيا ليس بالشريك الاستراتيجي خاصة فيما يتعلق بهذه المواد. الطلب على بعض السلع كما تقولون على السيارات أو غيرها
تدخل في صناعه السيارات، هناك وجهه نظر، هناك وجهتين نظر. الوجهه الاولى التي تقول نعم يمكن ان ترتفع نتيجه ارتفاع تكاليف المواد الاوليه اذا مستمر على المدى الطويل، والوجهه النظر الاخرى التي تقول لا، لانه عمليا ما ارتفاع اسعار النفط بهذا الشكل الكبير عمليا الطلب على السيارات الجديده سوف ينخفض بشكل كبير او على المستعمله، وبالتالي سوف يزيد الطلب على الدراجات الهوائيه وعلى باقي وسائل النقل التي تعتمد على النفط، وبالتالي هذا يمكن يعطي نوع توازن. اكرر اليوم عمليا الضبابيه على المشهد وعدم التاكد اليوم الانسيتيتود هو ما يطغى اليوم، لذلك عمليا بالنسبه للمستثمرين او بالنسبه للتوقعات على المؤشرات المستقبليه سوف يكون نوعا ما ملتبس. لذلك انا برايي اعتقد ابتداء من الاثنين او الثلاثاء المقبلين سوف تشهد الامور اكثر نوع من الانقشاع، وبالتالي سوف يكون سوف تكون الاسواق المال سواء او الاقتصاديات او كافه المستثمرين سوف يكون لهم اتجاهات اخرى. اللي يحدث اليوم هو تنسيون او ضغوطات انيه نتيجة الضبابية وعدم الانقشاع لخلال الفترة المستقبلية. هل ترى أن هناك دول ستكون أكثر تضررا من غيرها في الجانب المتعلق بالأمن الغذائي، ولا سيما أن هناك خوف كبير من تعطل إمدادات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا؟ نعم، لبنان المعني الأول مع مصر إذا تكلمنا في مش لا أعلم إذا كانت الدولة اللبنانية لبنان يستورد من أوكرانيا. في الواقع 80% من القمح اللبناني يستورد من أوكرانيا. صحيح، لا أعلم إذا كانت الدولة تحوطت بهذا المجال أم لا، وبالتالي الوضع خطر جدا. أعتقد إذا تم اجتياح كامل لكافة الأراضي الأوكرانية لا أعتقد أن يكون هنا الأمر بهذه السهولة. سوف تكون ندخل في فترة سنة مقبلة عمليا في اضطراب في الإنتاج، وبالتالي هذا خطر جدا إذا كانت الدولة لم تجد وسائل أخرى، وخاصة نحن نعلم أن الإهراءات في لبنان لا أعلم إذا كان هناك، ليس لدي معلومات إذا كان هناك أماكن تخزين أخرى غير الإهراءات التي كانت موجودة. أعتقد أنه هناك إهراءات طرابلس أو بعض الإهراءات الخاصة أو محطات التخزين الخاصة، ولكن هذا خطر جدا ما نشهده اليوم، وبالتالي لبنان أول معني في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك اليوم أزمة اليوم يجب النظر لها بشكل كبير، لأنه كما ذكرت في بداية الكلام تأتي في مرحلة حساسة جدا. هناك ليس فقط على الأمن الغذائي العالمي أو الأمن الغذائي، هناك تهديد للنشاط الاقتصادي العالمي بشكل كبير، لأنه عمليا اليوم كانت السياسات النقدية وكافة الدول كانت تتجه لنوع من تطبيع السياسات النقدية. اليوم أتى عامل إضافي ليزيد التضخم بشكل كبير، وخاصة إذا ما ارتفعت أسعار النفط إلى حدود الـ 120 دولار سوف يهدد عمليا السياسات النقدية في هذه الدول، وبالتالي تصبح هذه السياسات ناتر، يعني عمليا حتى لو تدخل المصرف المركزي لا يستطيع أن يعمل شيء بخفض أسعار الفائدة لأنه أصبح ناتر، وبالتالي هذا خطر جدا. نحن أمام مشهد خطير جدا اليوم، أمام نحن كنا نتوقع أن يكون هناك انكماشات محدودة خلال فترة 2022 نهاية 22 إلى 23 في النشاط الاقتصادي، ولكن اليوم أمام هذا المشهد أعتقد أوروبا معنية بشكل كبير بخطر يهدد نشاطها الاقتصادي بشكل كبير، وأعتقد ما يحدث اليوم هي أول مسمار بتغيير باستراتيجية الاتحاد الأوروبي، بسياسة الاتحاد الأوروبي، لأنه أصبح اليوم يعلو، هناك أصوات تعلو اليوم بشكل كبير عن استراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي. منذ 4 أشهر أو 5 أشهر كانت روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي بإمضاء عقد 10 سنوات مقابل تزويدها بالغاز ضعفي ما هو اليوم، رفض الاتحاد الأوروبي، ولكن اليوم نرى أن هناك أنه تعلو الأصوات، نعم نريد الغاز. اليوم الانتخابات على الأبواب سواء كان في فرنسا أو بعض الدول الأخرى، اليوم القدرة الشرائية بدأت تستنزف، التضخم مرتفع جدا، أسعار الطاقة هنا كبيرة جدا في أوروبا. أعتقد من الآن لثلاثة أو 4 أشهر سوف يكون هناك نقاش حامل، وحتى الوضع الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا ليس بلن يكون بالشكل السليم إذا استمر على هذا الشكل، ويمكن أن يؤدي إلى سقوط بعض الأنظمة أو سقوط بعض أو خسائر بعض الرؤساء نتيجة استراتيجية الطاقة التي اتبعت في الماضي، وهذه عمليا سوف نرى هذا الكلام في الفترة القليلة. طيب، هل تعتقد دكتور ملحم بأن هذا الأمر قد يدفع الاتحاد الأوروبي وألمانيا خصوصا إلى إعادة النظر بقرار تعليق العمل بمشروع السيل الشمالي 2؟ بمعنى آخر، هل الضغوط السياسية ستكون أقوى أم الضغوط المعيشية والمالية؟ أعتقد أن أوروبا لم تكن يوما في الأيام سيدة قرارها، هي تتبع دائما القرار الأمريكي، لذلك أستبعد اليوم أن تلجأ ألمانيا بشكل أحادي
لرفع عمليا، وان تقول لا سوف يبدا العمل بهذا المشروع اليوم او بالضخ اليوم، مع اني انا واثق من نقطه معينه ان الاستثمارات الاوروبيه التي ضخت في هذا المشروع لا يعني ان يكون هناك وضع على جنب، لا سوف يتم العمل به ولكن ليس اليوم انما في الفتره المقبله. هذا الشريان الرئيسي هو الذي يعتبر احد اعمده الاستراتيجيه الطاقه في اوروبا من العام لل 2050، وبالتالي القرارات التي صدرت الشهر الماضي من الاتحاد الأوروبي الذي يسمح نوعا ما بوضع الغاز كهو صديق للبيئة عمليا من الآن هو عمليا يدخل في هذه استراتيجية الطاقة. عزل هذا الأنبوب الذي يغطي عمليا 110 مليار متر مكعب سنويا بالنسبة لأوروبا، أي ما يعادل 50 أو 60% مستقبليا، لن يكون بالشكل السهل أن يقول أن يضع جانبا، لأنه لن يوجد هناك البدائل. البدائل اليوم أمام أوروبا ما هي؟ الولايات المتحدة، قطر، الجزائر، يمكن أن تكون مصر، يمكن أن تكون ليبيا وغيرها، وهذه عمليا لن يكون اليوم بالشكل الآن الاعتماد على هذه المصادر، سوف يكون على المدى الطويل ولكن عمليا. مصلحة أوروبا أين تكمن؟ يعني قد يكون هناك مصادر متنوعة ولكن قد لا تكون مثلا التكاليف عادلة أو بمقدور دول الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن اليوم أوروبا هي تدفع ثمن سياستها أو استراتيجيتها، استراتيجية الطاقة عمليا، أنه أصبحت تتحول بشكل كبير نحو الطاقة البديلة في ظل أن الطاقة البديلة لم تكن جاهزة اليوم، وهذا عمليا هذا هي المشكلة. أوافق معك الرأي سيدتي أن التكاليف سوف تكون مرتفعة، وهذه ضمن التكاليف التي تدفعها نتيجة اللجوء إلى هذه الاستراتيجية بشكل مبكر جدا، وبالتالي هناك ثمن سوف يندفع. أعتقد أنه سوف توزع المخاطر. روسيا أنا برأيي سوف تبقى شريك استراتيجي لتوريد الغاز والطاقة إلى أوروبا، لأنه لن يوجد هناك بديل عنه، لأنه النرويج لن تستطيع إضافة إلا إلى 2 إلى 3%، أو ماكسيم إذا وصلت إلى 4% تستطيع أن تغطي 4% إضافية وليس بشكل كبير. تعتقد روسيا عن طريق الامتداد بالسعر التي يناسب أوروبا هي تبقى شريك استراتيجي. الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون، لأن عمليات النقل بالبواخر سوف تؤدي مع الوقت إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير. هذا ينتظر عمليا، هذا إذا ما نظرنا إلى عمليا أن نشاط الطاقة البديلة بقي على حاله، ولكن إذا استمرت أسعار النفط بهذا الشكل سوف يدخل منافس على الأسواق وهي الطاقة البديلة، وبالتالي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغيرها سوف تكون منافسة لطاقة النفط. أعتقد أنه اليوم كل هذا الحديث اعتقد انه مبكر اليوم، وما يحدث النوع من السبيكيلاسيون او مضاربه على بعض ما حدث من الاجتياح الروسي لاوكرانيا. على المدى الطويل سوف يحدث هذا التوازن، سوف تحدث توازن في اسعار الطاقه، وخاصه لان هناك الاستثمارات سوف تكون كبيره جدا بالطاقه البديله اليوم. اعتقد فرنسا سوف تزيد استثماراتها بقطاع بالاستثمارات الطاقه فيما يتعلق في القطاع النووي أو إنتاج الطاقة النووية، وبالتالي يمكن أوروبا أن تلجأ، كثيرا من الدول تلجأ إلى هذا الخيار. لذلك عمليا هناك تغيير في الاستراتيجيات. ما يحدث اليوم هي نقطة مهمة جدا أنا برأيي لكتابة مستقبل استراتيجية الطاقة في أوروبا حتى وفي العالم. طيب قد يكون نقطة مهمة جدا لكتابة مستقبل العالم عموما، طالما أنه في السياسة هناك من يرى في التصعيد الأخير محاولة نهائية لكسر الأحادية القطبية، هل ترى أن هذا ينطبق أيضا على عالم الاقتصاد والمال؟ بمعنى آخر قد ينتقل العالم من أحادية أمريكية إلى ثنائية يكون فيها الغرب، أمريكا وأوروبا من جانب، والصين وروسيا والهند من جانب آخر؟ لا أكثر من ذلك. أعتقد تقارير الأمريكان انتليجنس كونسل منذ 2006 تتكلم عن مشروع محدد، هو عالم متعدد الأقطاب، ليس فقط أن يكون هناك قطبين، هناك متعدد الأقطاب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أوروبا، هناك أيضا فيما يتعلق في بالصين والهند سوف تكون لوحده. لا أعتقد حسب المفهوم تقارير الأمريكان انتليجنس كونسل لن تكون هناك روسيا مع الصين. اليوم ما يحصل اليوم هو شبيه بمرحلة 80-90 عندما قام الرئيس نيكسون بالتفاوض باحتواء عفوا الصين وعزلها، وبالتالي بعد منها سقط الاتحاد السوفيتي. اليوم هذا التريونجل او هذا المثلث اصبح
المال وقوة الاقتصاد إضافة إلى القوة العسكرية بجانب واحد كما كانت في السابق بجانب واحد، أي ما هو روسيا والصين في جانب والولايات المتحدة في الطرف الآخر، وهذا عامل اضطرابي كبير للمستقبل الاقتصادي والنشاط الاقتصادي ونشاط التجارة العالمية. لذلك اليوم أعتقد أن أغلب المستثمرين الأسواق سوف تبدأ تسعر أن نحن سوف ندخل في منطقة اضطرابات كبيرة على الساحة، لأنه عمليا ليس فقط بعزل الولايات المتحدة الأمريكية، إنما أصبحت الولايات المتحدة تفقد بشكل كبير من أوراقها التي كانت تستخدمها على الساحة الدولية، وما نشهده اليوم بين 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 روسيا وأوكرانيا سوف أكيد غدا سوف الصين سوف تتجه إلى تايوان أو سوف تتجه إلى تايبي أو سوف تتجه إلى 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 هونغ كونغ، وبالتالي هذا يفتح المجال إلى اضطرابات سياسية وخلفها اضطرابات اقتصادية، ولكن أن العالم ذات متعدد الأقطاب الاقتصادي قبل السياسي هذا ما نحن نتجه إليه. تمام، ختاما لابد من السؤال عن التبعات والتأثيرات على الداخل الروسي، هل ستكون الفاتورة كبيرة على الشعب الروسي نتيجة هذا العمل أو هذه الحملة العسكرية شرق أوكرانيا؟ طبعا بشكل مختصر أعتقد أن هناك عاملين، أولا الاحتياطي الموجود لدى البنك الروسي هو 640 مليار، اعتقد هو 40% من الناتج القومي الروسي، وهذا هذا كبير جدا، هذا يسمح للبنك الروسي او للبنك المركزي الروسي التدخل بشكل كبير بالاسواق، وبالتالي عمليا يستطيع ان يهدي التقلبات عمليا في 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 السوق، وهذه نقطه ايجابيه جدا تتمتع بها. هناك ارتفاع باسعار النفط، هناك تدفقات للعملات الاجنبيه هذا الشكل. اما فيما يتعلق عمليا بالناتج القومي، ولكن باختصار اذا سمحت واعذرني، العامل الآخر هي عمليا فقدان القدرة الشرائية على الأمد القصير، لأنه عمليا سوف يكون هناك تضخم عمليا داخلي. اثنين، عمليا أنه ما نشهده من النمو سوف يتراجع خلال الفترة المقبلة، ونعم سوف يتأثر بشكل جزئي ولكن بشكل كبير عندما يحدث في اجتياحات دول أخرى. نعم سوف يكون هناك دفع للفاتورة ولكن ليست فاتورة كبيرة، وأعتقد على المدى القصير. ليش على المدى القصير؟ شكرا جزيلا لك الدكتور دانيال ملحم، وأنت الخبير في أسواق المال كنت معنا من باريس، على كل هذه المعلومات القيمة والإضاءات، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.